احنا هنا في الحياة اليوم، وكنا بنتكلم عن هم الاقتصاد. كان في يناير اللي فات. في يناير اللي فات 2017. صحيح. ومن يناير للنهاردة يعني عايزين نقول انه في محاولات من قبل الحكومة، في احساس عند المواطن ان الوضع كل يوم عن يوم بيزيد. وزارة التموين، وده برضه ده ملف حضرتك قبل كده، بيحاولوا ياخدوا اجراءات زي موضوع السلع الاساسيه على بطاقات التموين، الدعم اللي بيدرسوه ان هو يزيد ل 50% خلال شهر رمضان، يعني كلها محاولات للتخفيف. شايف الوضع ازاي؟ يعني اللي حصل من يناير وكنا بنتكلم عن المشهد لغايه النهارده، شايف انه ده كافي ولا احنا محتاجين ايه؟ طيب انا عايز الاول قبل ما ابدا اتكلم في الموضوع اهنيكي واهني زميلي الدكتوره شاد والساده المشاهدين بعده مناسبات، عيد القيامه المجيد اللي هو النهارده، وعيد شم النسيم اللي هو غدا ان شاء الله، وايضا عيد بدا امبارح. مش عايز يعدي كده بدايه جني محصور القمح. دي مساله مهمه جدا. ما هو كان عيد، ده عيد القمح طول عمره. مظبوط، عيد القمح طول عمره. هل تحول لسنه؟ انا كنت اتمنى الموضوع يحظى يعني بتغطيه واهتمام اكثر من كده، باعتبار انه ده في صميم الامن الغذائي والامن القومي للبلاد. تمام. ويتقاطع مع حياه ملايين المصريين الغلابه الفلاحين ومن يعمل في هذا، وسكان الريف وايضا سكان المدن، لان سكاننا عايشين على الانتاج اللي بيجي من الريف. فحابب اذكر بس ب طب خلينا ما دام ابتدينا بملف القمح. فساد منظومه القمح السنه اللي فاتت، ووعد من الحكومه ان الكلام ده مش هيتكرر مره ثانيه. فموضوع الصوامع، استلام المحصول من المزارعين، ضمانات عدم اختلاط القمح المحلي بالمستورد، الاوزان، كل الكلام ده كله. وبرده الاسعار، سعر الاردب للفلاح. في اختلاف، شايف ان احنا كده ماشيين صح وهنتعامل مع الازمه بشكل مختلف عن اللي فات ولا لا؟ لا لا بصراحه. الاسباب التاليه. اتفضل. اول شيء طبعا انت لو عايزه تحفزي الفلاح على الانتاج تعلينه سعر قبل ما ياخد قرار الانتاج. خلي بالك السعر اعلن من اسابيع قليله جدا. ايوه مظبوط؟ صحيح. وبالتالي اسابيع قليله كان المحصول على وش انه يطلع. فاذا اللي كان زرع زرع، واللي قرر ما يزرعش ما يزرعش. وبالتالي من زاويه الامن الغذائي والامن القومي المفروض قرار خاص بسعر تعلن قبل عشان تشجع الفلاح على الزراعه. واحنا كنا بناخده على فكره، يعني نرجع بالذاكره وقت ما كنت وزير، كنا بناخده في اكتوبر او سبتمبر، وقرار كان ثلاثي مش قرار فردي، قرار وزير التموين، وزير الزراعه، وزير الماليه، الثلاثه بيمضوا القرار. اتمضى القرار مرتين في الوقت اللي انا كنت فيه في الوزاره قبل موسم الزراعه عشان الفلاح يستجيب لهذا الحافز. فدي فرصه عدت بسبب التاخر.